مدة في أعماركم وأن يرزقكم إن شاء الله بالهجنة التي توصلكم إلى منصات التتويج. ننتظر هذه اللحظات في بداية انطلاقات مميزة، والشوط الأول شوط مخصص للحيل، والمسافة هي 8 كيلومترات. بسم الله وعلى بركة الله، باسمه نبدأ وباسمه نستعين. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هكذا انطلقت مسيرة الأصالة، مسيرة التحدي في ميدان التحدي. انطلق هذا الشوط الأول، الشوط المخصص للحيل، للأشواط المفتوحة تجرى هذه المنافسات على امتداد مسافة 8 كيلومترات. هذا هو الشوط الأول، إذن انطلق بانطلاقة الأسماء العملاقة، انطلق بانطلاقة الأسماء القوية، هذه الأسماء الرنانة التي نتابعها، وبالتأكيد فإنكم عرفتموها قبل أن أعلق عليها لما لها من مكانة مرموقة في نفوس العشاق. أبدأ مباشرة هنا مع المقدمة ومع المركز الأول. إذن كتارا تحتل المركز الأول حفلنا الكريم، ها هي كتارا التي عرفتموها جيدا تحتل المركز الأول كعادتها دائما في قصة عشق لا تنتهي أبدا مع الناموس ومع الصدارة. كتارا إذن تقود لواء المنطلقين لهجن الشحانية بقيادة وتوجيهات سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أتابع المركز الثاني، هذه شيء وهي شيء، والله أنها شيء. نشوف الآن اللي تحتل المركز الثاني، وانتظروا مفاجآت شيء لهجن الشحانية ويضمر شيء، جابر بن سالم بن فاران المري. أما المركز الثالث فتتقدم من خلاله الظبي لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آن هيان، ويضمر الظبي علي بن سعيد بن مبارك الوهيبي. المركز الرابع، وصلت ليالي، ليالي الآن تتدخل لتعبر عن إمكانياتها وعن قوتها وتتواجد في المركز الرابع. ليالي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ويضمر ليالي فيصل بن طالب المري. أما المركز الخامس فهنا منوة، هي من تحتل المركز الخامس لهجن الشحانية، ويضمر منوة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه نتيجتنا للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة، وشيء غيرت إلى المركز الأول، عندها شيء واسمها شيء، وتبحث عن شيء، تبحث بكل تأكيد عن الناموس. هذه شيء إذن لهجن الشحانية، ويضمر شيء جابر بن سالم بن فاران المري. من أطلق لها العنان؟ من أطلقها في هذه الآفاق الجميلة لتتقدم بهذا الخيلاء الكبير؟ شيء إذن في المركز الأول، بينما كتارا هي من تحتل المركز الثاني، وتنطلق هذه العملاقة في المركز الثاني لهجن الشحانية. يضمر العملاقة المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ليالي الآن تتواصل هنا في المركز الثالث، تتواجد في ميدان الشحانية، وما أجمل ليالي الشحانية يا ليالي. ليالي إذن تحتل المركز الثالث حاملة شعار قوي جدا، وشعار معروف جدا أيضا، شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، نرحب به أجمل ترحيب هنا في ميدان التحدي. ليالي إذن تنطلق في المركز الثالث، بينما من يتولى عملية الاهتمام بها هو المضمر، مضمر القرن الخطير فيصل بن طالب بن شفيع المري. أتابع المركز
الرابع. هذه هي الظبي من تنطلق في المركز الرابع، وهي أيضا ضيفة عزيزة قادمة هناك من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تحمل شعار سمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيفان نهيان، ويضمرها المضمر المتواجد بيننا منذ سنوات طويلة، وهو المتواجد علي بن سعيد بن مبارك الوهيبي. أما المركز الخامس فهذه منوة، ما أجمل مناوي منوة، أكيد بأن أمنيتها الأولى هي حصد نقطة هذا الشوط في هذا التحدي في هذه الانطلاقة الأولى الرئيسية. هذه منوة أيضا لهجن الشحانية تنطلق في المركز الخامس، يضمر منوة عملاق المضمرين سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه نتيجتنا للمراكز الخمسة الأولى، وهناك ما زالت شيء تجتاح المركز الأول اجتياحا قويا، وتتواجد على قمة الهرم، تتواجد هنا في رياض المركز الأول في منطقة عامرة دائما بالأسماء الكبيرة. شيء وهي شيء في المركز الأول لهجن الشحانية، يضمرها المضمر الابن الذهبي جابر بن سالم بن فاران المري. ولا أنسى يا جابر عندما تغلبت على والدك في أحد الأشواط الرئيسية، وكأني بالشاعر يقول أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. هذا هو الابن الذهبي إذن يحتل المركز الأول، التلميذ الذي تغلب على الأستاذ في مرحلة ماضية، ولكن يا ويلك ويلا من الذهبي، هذا أرعب كبار المضمرين، فما هو شأنك أيها المبتدئ في مجال التضمير؟ ولكن أنت مبتدئ وقاعدتك قاعدة كبيرة أنت مستند عليها مع الذهبي سالم بن فاران المري. أوه يا كتارة، الله يا كتارة، عندها علوم وعندها أخبار وعندها أشياء كثيرة. هذه كتارة الآن تحتل المركز الثاني، يعشقها الميدان بل تعشقها الميادين ويحبها الجمهور العريض لهذا الشعار الأدعم. ها هي كتارة، عرفتموها في العام الماضي وفي الأعوام الماضية، لطالما عشقت الناموس ولطالما نافست على الرموز وانتزعتها انتزاعا مميزا. كتارة إذن في المركز الثاني تنطلقون بالشعار الأدعم المملوك لهجن الشحانية، ويضمر كتارة المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي المركز الثالث. هنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أرى بن شريم يقدم ليالي ويحتل مع المركز الثالث. هذه ليالي إذن لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمرها مضمر القرن فيصل بن طالب المري المركز الرابع. الظبي، الله يا الظبي، تنطلق وتندفع في المركز الرابع لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آن هيان، ويضمرها علي بن سعيد بن مبارك الوهيبي. أما المركز الخامس فهنا منوة لهجن الشحانية، ويضمرها أيضا المضمر العملاق الكبير سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه نتيجتنا، وحتى الآن لم يستجد ولم يطرأ أي طارئ من الأسماء الأخرى على هذه الأسماء التي أعلنت وفرضت قوتها على المراكز الخمسة الأولى. ما شاء الله، نحن في هذا اليوم الختامي هنا في ميدان الشحانية، هو يوم مبارك إن شاء الله، لأن أمطار الخير والرحمة بدأت تتهاطل على الميدان كما تهاطلت صبيحة هذا اليوم الطيب. أعود إلى شيء، من تحتل المركز الأول هذه شيء، ومثل ما قلنا لكم عندها شيء شيئا في المركز الأول لهجن الشحانية، يضمرها أحد الشباب المميزين مضمر مزون، من انتزعت الشلفة الذهبية في سن اللقاية البكار المفتوح، إنه جابر بن سالم بن فاران المري. بينما المركز الثاني هناك تارة تقترب، بل هي لا تسير جنبا إلى جنب مع شيء في المركز الأول، كتارة لهجن الشحانية أيضا
يدمرها عملاق المضمرين سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي مضمر الجزيرة وغند وأيضا المركز الثالث. مشاهدين الكرام ليالي ليالي تحتل المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. ها هي ليالي تقترب ويقترب معها مضمر القرن من الكيلوين متر الأخيرة. إذا النداء كيلوين متر هي المسافة التي تبقت إلى خط النهاية. أرامن وأيضا تحركت وبدأت تنطلق انطلاقة مغايرة تماما عن الانطلاقة التي شاهدتموها قبل قليل. بدأت تزيد من سرعتها وتصمم كل التصميم على مقارعة ليالي وشي وكتارة. انها من تحتل المركز الرابع. المركز الخامس الظبي لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان ويضمرها علي بن سعيد بن مبارك الوهيبي. الله يا شي هذه شي وهي شي وانطلاقتها شي واسمها شي وشعارها شي ومضمرها شي وكل ما فيها شي. الله 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 الكيلو والنصف الكيلو الأخيرة. يا سلام على هذه الأمتار، أمتار تحمل أشياء وشيء أيضا عندها أشياء. يا سلام شوفوا المنافسة ما بين شيء وكتارة. كتارة الآن بدأت تصمم. أراها كأني بالعملاق بدأ يكلمها وبدأ يتحاور معها فقط عبر الجهاز اللاسلكي. كتارة تحتل المركز الثاني ولكن شيء ما زالت صامدة وما زالت متمسكة بحقوق المركز الأول. الله يا شيء وكتارة، كتارة وشيء. المنافسة قوية على المركز الأول ما بين هذين الاسمين. اقتحم الآن الكيلومتر الأخير مع الأسماء التي اقتحمت الغلاف الجوي لهذه الأمتار الأخيرة، الأمتار الخطيرة. المركز الثالث وصلت شوق الآن وتدخلت إلى المركز الرابع. شوق لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. وصل شعار سموه الكريم على ظهر شوق بينما المضمر هو سفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري. وعود إلى كتارة. يا سلام انطلقت كتارة على حساب شيء وتواصلت مع المركز الأول. كتارة اذا انطلقت انطلاقة لا رجعة فيها عن الناموس. يا سلام كتارة اذا في المركز الاول. عادت شيء مرة ثانية، شيء عادت من جديد لهجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران. الله الله، ولكن يبدو بان شوط كتارة خلاص حسمت الموقف. ويسرني ويطيب لي أن أنقل السلامات والتهاني إلى هجن الشحانية على انتزاع كتارة لناموس الشوط الأول الرئيسي، كما أهني بدوري المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على تضميره لكتارة التي عانقت الناموس في الشوط الأول. مركز الثاني شيء لهجن الشحانية. المركز الثالث جاءت فيه الظبي لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف النهيان. المركز الرابع كان من نصيب شوق لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. والمركز الخامس كان مع ليالي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام أينما كنتم، هكذا عشنا هذه الأجواء الأصيلة، هذه الأجواء الجميلة والجزيلة بعطاء الأصايل. كتارة قطعت المسافة في توقيت مميز 12 دقيقة 56 ثانية 10 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية على فوز كتارة بالمركز الأول والثانية للمضمر العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. شي جات في المركز الثاني وما قصرت، توقيتها 12 دقيقة 58 ثانية 13 جزءا من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية ولمضمر شيء جابر بن سالم بن فاران المري. الظبي جاءت ووصلت في المركز الثالث وأيضا قدمت مستوى كبير بتوقيت
زمني مقدار 12 دقيقة 59 ثانية 35 جزءا من الثانية. تهانينا لمالك الظبي سمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيد بن محمد آل نهيان، والتهاني للمضمر علي بن سعيد بن مبارك الوهيبي.